فأنا بداية قمت بتشغيل السيرفر من هنا، والآن أريد تعديل بعض الأشياء الموجودة باللاي أوت الرئيسي الموجود بالآب هنا. ففعليا نحن قمنا بوقت سابق بماذا؟ قمنا بكتابة التالي، كتبنا أن إذا كان لوجد أوت اعرض له كذا، إذا لم يكن لوج أوت لا تعرض له. هذا أنا فعليا لن يعني لن أضعها بهذا الشكل، أنا فقط هنا سأكتب children بهذا الشكل وفقط، وسأحذف الباقي. إذا هذه الطريقة التي سأتعامل بها فقط، هذه هي القصة. طيب إذا الآن مباشرة سيحولني للصفحة الرئيسية، لا مشكلة، سننشئ middleware بعد قليل لحل هذه القصة. إذا قمت أنا بتسجيل الدخول، لاحظوا كيف يظهر، هنا يظهر شيء، هنا يظهر شيء، أيضا يوجد خطأ أعتقد بالكونسل هنا، هذا خطأ، لدينا خطأ هنا. إذا ما المشكلة؟ يقول أنك أنت تضع new body قبل أن تقوم بإلغاء body tag الأول. لماذا؟ لأن فعليا نحن قمنا بخطأ كبير، وأنا لا أعرف لماذا قمنا بهذا الخطأ فعليا. وإذا أنا شرحت هذا الشيء بوقت سابق بهذه الطريقة فهو خطأ، فأنا أريد تصحيح ذلك. وإذا كان أنا أعتقد الموضوع أنني قمت بنسخ لصق دون أن أرى مع محتوى الملف، هذا الذي حدث، أعتقد كذلك، لأنني أتذكر أنني شرحت أن يمكنك إضافة layout لكل بيج لكن بدون body tag جديد. فإذا البادي ال HTML والبادي تاج الأول هو الأساس. فإذا الآن لاحظوا أعزائي، ذهبنا إلى articles. بداية قبل الذهاب إلى articles هنا بالآب، لاحظوا لدينا layout ولدينا بيج. طيب إذا أنا ذهبت أو أقوم بعرض layout هنا، لاحظوا layout فيه HTML الرئيسي، layout الرئيسي فيه HTML وفيه body، هذا شيء صحيح 100%، لا يوجد فيه مشكلة. طيب أنا لو ذهبت للارتيكلز هنا، جيد، سأجد فيها layout، سأجد فيها بيج. إذا ذهبت layout هنا بال layout الخاص بالارتيكل، سأجد فيه أيضا HTML وبادي، هذا خطأ، خطأ، لا يجب أن أضع HTML وبادي مرة واحدة فقط التي هي في layout الرئيسي، فهذا layout ليس صحيح. هنا يقول أن هذا، لا أتذكر أنني شرحت هذا أو شيء، حقيقة أنا نسيت، لأن تعرفون أنا نحن في المسار من مدة طويلة فأنا نسيت ماذا كتبت، لكن هذا اللاي أوت سأقوم بحذفه الموجود بالارتيكل، لا داعي له فعليا. جيد، فإذا الآن لنرى، فإذا سنجد لا يوجد لاي أوت هنا. أيضا إذا ذهبنا إلى الأوثنتيكيشن سنجد أيضا لدينا لاي أوت هنا. فإذا ذهبنا إلى هذا اللاي أوت لاحظوا سنجد نفس السابق، يبدو أنني نسخته ولصقته دون أن أنظر أو شيء كهذا، أنا لا أذكر حقا ماذا حصل. فال HTML هنا والبادي تاج هنا هذا خطأ. لماذا؟ نفس الشيء، ال HTML body tag في الملف الرئيسي الأول فقط، الملفات الفرعية يمكنك إنشاء ملف layout هنا لكن لا تضع فيه هذا، تضع فيه بكل بساطة مثلا يمكن أن تكتب هكذا مثلا div وهنا مثلا paragraph مثلا tag، عفوا paragraph tag، وتكتب بداخله مثلا hello، يمكن ذلك لا مشكلة. وبالتالي أنا لو ذهبت مثلا هنا، لاحظوا هذه الهلو، فأنا قمت بإحاطتها بماذا؟ هذا اللوجن، قمت بإحاطته بlayout معين، ها هو، لم أضيف للchildren، فلا نضيف children، لنرى كيف سيكون ذلك. لاحظوا ظهر اللوجن، لكن فعليا نحن لسنا بحاجة لهذا layout، سأقوم بحذفه، أحذفه لأننا لسنا بحاجة له، لكن إذا أردت أن تحصل على layout فرعي فلا مشكلة بذلك، يعني يمكنك إضافة layout لكن بدون ال HTML بدون body tag. فاعذروني إذا أنا شرحت هذا بطريقة خطأ في المرة السابقة، إذا شرحته خطأ، إذا شرحته بشكل صحيح ممتاز. الفكرة أن ننتبه أن body tag ال HTML فقط يكون بال layout الرئيسي فقط الموجود هنا بالآب دايركتوري، يعني هنا يجب أن نكتب cat layout، هنا ستجد أن هنا لدينا HTML body tag. بالملفات الفرعية أي layout فرعي لا يوجد به، أعيد وأشدد، لا يجب أن يكون فيه HTML ولا يجب أن يكون فيه body tag، البادي والـ HTML فقط بالملف الرئيسي. الآن لدينا الباك إند الأولى، فإذا هذه باك إند التي هي PHP التي تعاملنا معها في وقت سابق. لدينا هنا Next.js التي ستكون هي عبارة عن الفرونت
الفرونت اند الخاصة بنا. نحن اتفقنا بوقت سابق أن النكست جي اس فيها كلاينت، جزء كلاينت، وأيضا فيها جزء سيرفر، فإذا هذه سيرفر. في وقت سابق نحن تعاملنا أن لدينا هذا الـ API، هذا الـ PHP، هذه الـ Backend، نحن نطلب من Next.js طلبات وهي تعيد لنا ماذا؟ Responses من هذا الـ API الذي أنشأناه في وقت سابق. فهذه الـ Responses طبعاً من أين تأتي الطلبات من Next.js؟ فعلياً الـ Client يطلب من Server Next.js، والسيرفر Next.js يطلب من أين؟ يطلب من الـ Backend. وبدورها الـ Backend ماذا تفعل؟ إذا قمت أنا بمسح هذا، بدورها الباك إند ماذا تفعل؟ تعيد استجابة لسيرفر نت جي اس، وسيرفر نت جي اس يعيد للكلاينت حتى تظهر لك في النهاية الموضوع هنا، يظهر على الشاشة مثلا، يظهر لك صورة وكتابة إلى آخره. فنحن الآن قمنا بإنشاء مرة أخرى، نحن أنشأنا هذا الـ API سيعيد لنا بريسبونسز، أنشأنا سيرفر وأنشأنا كلاينت. فهنا بداخل عندما يأتي الطلب للكلاينت من الطلب من الكلاينت للسيرفر Next.js، فنحن هنا يمكن أن نقوم بماذا؟ بإنشاء هنا middleware. لماذا اسمه middleware؟ لأنه يأتي بالمنتصف بكل بساطة. فنحن ماذا سنفعل؟ سنكتب أن عندما يأتي طلب من الكلاينت، بداية انظر هل الشخص مسجل الدخول أم غير مسجل الدخول، هذا الشيء الذي نريد أن نفعله. طيب كيف سنعرف أنه مسجل الدخول أم غير مسجل الدخول؟ نحن اتفقنا أن بالكلاينت هنا جيد سيكون لدينا ماذا؟ سيكون لدينا براوزر طبعا متصفح، وبداخل البراوزر لدينا اسمه شيء اسمه كوكيز، ونحن سنقوم بحفظ اللوجن اللوجن توكن هنا، سنحفظ اللوجن بداخل الكوكيز. فبالتالي نحن بالميدلوير هذا سنتأكد من الكوكيز هل فيها توكن، إذا كان فيها توكن سنكمل الطلب ونعرض الشيء الذي تطلبه تطلبه الكلاينت نيكس، غير ذلك سنقول أن لا يمكنك ذلك. واضح؟ إذن هذا هو الميدلوير. لكن كما تلاحظون مع هذا الرسم، فالأفضل أن نبدأ من نقطة لوجن، لأن نقطة لوجن تغيرت معنا الآن. الآن يمكننا اللوجن فورا للباك إند، لأن جهزنا اللوجن في الباك إند. فالشيء الذي يمكن أن نقوم به الآن أن عندما يتم عرض النموذج اللوجن بالكلاينت، فبكل بساطة نحن سنرسل هذا لـ API لوجن الموجودة بـ Next.js، وهذه النقطة ستطلب من الـ API هذا نقطة لوجن .php بحالتنا، هذه بحالتنا، وبناء على ذلك هذه الباك اند ستعيد بعد اللوجن هذا، ستقوم بجنريت توكن، هذا قمنا به بفيديو سابق، ستقوم بجنريت هذا التوكن، هذا التوكن سيصل للسيرفر، سيصل الى سيرفر Next.js، Next.js ستاخذ هذا وتحفظه بالكوكيز الخاصه بهذا الكلاينت. فمره اخرى عندما تطلب الكلاينت هذا الكلاينت يطلب طلبات اخرى، سيكون هنالك middleware يتاكد هل يوجد توكن هنا ام لا. هل هذا واضح؟ فاذا لنبدا ببرمجه هذا الموضوع، نقوم باللوجن لنقطه الـ API الذي لدينا، التي هي اين ذهب؟ هنا يجب ان نكتب localhost 8000، والنسخة الثانية من Articles API، ولدينا API ولدينا نقطة login.php. هذه النقطة هي post، فبالتالي get غير مسموح، لكن هذه النقطة التي نريد أن نطلبها من عندما نذهب لصفحة login client. client سيطلب login API من server Next.js، وسيرفر Next.js سيطلب هذه النقطة من الباك اند التي لدينا، التي هي بحالتنا PHP. ملاحظة، إذا كنت لا تريد أن تتعلم PHP وليس لك علاقة بـ PHP لا مشكلة، لكن تذكر ما هو الشيء الذي تعيده لنا هذه النقطة، وأنا سأخبرك أن هذه النقطة ما الشيء الذي تعيده لنا، وأنت يمكنك التعامل مع هذا الموضوع، لأن عند التعامل مع فكرة API وتطلب API فأنت لا يهمك ماذا يجري في API، يهمك ما يعيد لك هذا API. وبالتالي حتى كل الشركات التي تؤمن خدمات API مختلفة، فهي تقول لك ما هي استجابة API التي تقدمها، فأنت تتعامل مع الاستجابات، لا يهمك ماذا يجري في الداخل من معالجات.
واضح؟ لكن أريد منك أن الشيء المطلوب منك إذا كنت غير مهتم بـ PHP، أريد منك أن تفهم هذا المخطط أو تفهم هذه الصورة، لحتى لو لم تكن مرسومة بشكل جيد، أريد منك أن تفهمها أن لدينا باك إند هنا، لدينا سيرفر Next.js، لدينا كلاينت Next.js. المستخدم النهائي يذهب لكلاينت يطلب من سيرفر Next.js، سيرفر Next.js يطلب من الباك إند، الباك إند تعيد له شيء وثم يعيدها سيرفر Next.js لكلاينت Next.js. أريد منك أن تفهم هذه النقطة، أريد أن تفهم منك أيضا أن تفهم ماذا يعني middleware من هذه الصورة، وثم سنقوم بالتطبيق. فإذا لنبدأ مع نقطة اللوجن. نقطة اللوجن أين هي موجودة فعليا؟ موجودة ب أين هي موجودة؟ فإذا موجودة بأب، بأب authentication login API routes، هنا موجود. جيد، فنحن في العادة ماذا قمنا؟ قمنا بجلب هذا اليوزرز من هنا. نحن لا نريد جلب هذا، لا داعي له أبدا. وهنا هذا كله لا داعي له بكل بساطة، إذن لا داعي لهذا. فإذا الشيء الذي أبقيناه أن إذا كان الإيميل غير مزود، قمنا هنا بتزويد validation مبسط جدا من جهة client أو من جهة server Next.js يعني. فإذا كان مثلا لم يزود الإيميل، سنرسل له لم تزود الإيميل. فعليا هنا سنقوم ببداية نريد أن نطلب الباك إند URL. فإذا سنطلب هنا الباك إند URL from مسار 1 للأعلى، مسار 2 للأعلى، مسار 3 للأعلى، website config. سأذهب للملف. فإذا website config فيه هذا، أنا غيرت الرابط فعليا الآن، غيرته لأننا قمنا بإنشاء نسخة حديثة منه، فأصبح هذا هو الرابط، فسأقوم بإضافة النسخة الحديثة. واضح؟ فهذا هو الباك إند URL. فإذا الآن سنعود، جلبنا الباك إند URL. بكل بساطة الآن هنا سنطلب response من خلال fetch، والفتش سيكون هو للباك اند URL plus API login dot php. هذه هي النقطة التي أريد أن أطلبها، هذه النقطة. سأطلبها أكيد، سأضيف هنا options، فالميثود ستكون هي عبارة عن post، والبادي سيكون هو عبارة عن json dot stringify. و جيسون ضد سترينجيفاي لماذا؟ للشيء الذي أرسله الشخص من هنا. إذا كنت تسأل ما هو، عندما يقوم الشخص بتسجيل الدخول هنا سيرسل إيميل باسورد، ستأتي إلى هنا، هذه التي أريد أخذها. نفس القصة هنا، عندما يدخل إيميل وكلمة مرور، هذا سيتم إرسالها إلى أي؟ إلى هنا. بالتالي هذه الرز وفقط. طبعا خطأ هذا. هذه الريسبونس أو هذه الفتش التي أو هذا طلب الآن، هذا طلب لأي؟ لهذه النقطة، هذه النقطة. فهذه النقطة ستعيد لي ريسبونس تشابه هذه الريسبونس، فيها status، فيها message، فيها data، فيها error إذا كان موجود. فأنا سأقوم بتحليل هذه الريسبونس، وهنا سنكتب const result يساوي await response.json. وهذا مرة أخرى، ما الشيء الذي ستعيده؟ ستعيد شيء مثل هذا. لو أخذته مثلا بالرو ديتا وقمت بنسخه، فأنا هنا جيد، ستعيد شيء كهذا، فأنا سأكتبه لك حتى تعرف. فبالتالي هنا سنكتب إذا كانت الريزلت ستيتس تساوي نجاح هنا، إذا الريزلت ستيتس إذا كانت نجاح، ففعليا تم تسجيل الدخول بهذا الشكل. فما الشيء الذي سأفعله؟ أنا سأقوم بسيف Login in cookies. جيد، الآن سنقوم بذلك بعد قليل يعني. غير وأيضا سنقوم بعد ذلك، سنقوم بإرسال response. فإذا سنقوم return json أو next response التي هي json response، والشيء الذي سنرسله سنقول okay true، كل شيء تمام. والdata ستكون هي عبارة عن result data. فعليا يعني بالنسبة للمسج، بالنسبة لل الدخول بنجاح، فعليا هذا ستعيد توكن. فإذا الداتا هنا ستكون هي توكن، لوجن توكن، فأنا سأعيده بالريسبونس. جيد. طيب الآن، فإذا الآن سنقوم بهذا الطلب، طلب اللوجن، يعني سنقوم بهذا الطلب، طلب اللوجن من هنا
فعليا نحن سنطلب الباك اند مباشرة حتى أريكم كيف ستكون الاستجابة، وثم سنحلل الاستجابة بالباك اند التي لدينا بنيكست جي اس سيرفر هنا، واضح؟ فإذا الآن سنطلب هذا لوحدها ليس من نيكست، يعني كأننا سنطلب هذا من جهة أخرى، لون آخر مثلا من هنا. الآن سنأتي من هنا ونطلب هذه الباك اند، ليس لنا علاقة بكل نيكست جي اس. فهذه هي النقطة. فإذا الآن إذا قمت أنا لاحظ إذا قمت الآن بتسجيل الدخول لهذه النقطة اللوجن مع هذا الإيميل مع هذا الباسورد وقمت بالسند، فإذا ملاحظة هامشية، إذا كنت متابع لسكريبت بي اتش بي الذي أنشأنا للباك إند هذا سيكون سهل جدا أن تفهمه. إذا لم تكن متابع ربما يكون لديك صعوبة بالفهم، حاول يعني أن تفهم معي. فإذا عندما أقوم أنا بطلب هذه النقطة وأضيف لها جيسون معين ريسبونس هنا، وكأنني بدلا أن أكتب هنا إيميل والباسورد من هنا أنا أدخلتها هنا، فكتبت نورس مثلا 11، فالآن قال لي نجاح وهذا هو التوكن المسج هذا والإيرور هذا. فبالتالي إذا كانت هنالك نجاح سيعيد لي مسج سيعيد لي توكن. فيمكن هنا عندما يكون هنا لدي نجاح ماذا أفعل؟ أن أرسل أيضا مسج، يعني أن أكتب هنا مسج التي هي result مسج. أوكي واضح؟ الآن إذا مثلا قمت بكتابة مثلا إيميل ليس إيميل، يعني لم أدخل إيميل، ليس كلمة إيميل صحيحة، جملة تايب إيميل صحيح، لاحظوا سيأتيني إيرور 422 validation error، وسيقول لي field email must be of type كذا. طيب لو أنا مثلا كتبت حتى الباسورد، لاحظوا إذا كتبت باسورد هكذا 1 مثلا والسند، فإذا الإيميل الآن والباسورد خطأ، فإذا لاحظوا سيأتيني خطأين، يعني المسج هنا ستكون هي عبارة عن إيميل وستكون عن يعني إيميل وباسورد. فعندما أريد عرض هذه المسج وأرسلها فعلي أن أقوم بماذا؟ بجمع value هذا وvalue هذا ووضعها معا حتى تصبح مسج واحدة. فهذا الشيء الذي أنا سأقوم به هنا، فسأكتب، لاحظوا ما الشيء الذي سأكتب، وسأكتب هنا إذا كانت الريزلت فيها error، والإيرور طبعا له كود معين، وهذا الكود يساوي 422، لاحظوا error والكود يساوي كذا، يعني validation error. فسأرسل، دعوني أنسخ هذا، سأرسل JSON response okay false أكيد لا، الكود سأرسل كود الخطأ وسيكون هو عبارة عن result error code، سأمسح هذا، والمسج لاحظوا مرة أخرى أريدكم أن تروا المسج الآن هي عبارة عن object، فبالتالي أنا أريد أن أخذ object هذه values وأجمعها معا بنقطة أو أربطها معا بنقطة نقطة dots يعني. فإذا بالتالي هنا سأكتب المسج هي عبارة عن الـ object values للـ result error message، لكن سيتم join لها بنقطة فاصلة، هذا نقطة زين. الـ object values لـ object فهي تعيد array من value الـ object الـ object. أما بالنسبة لجوين فجوين تجمع عناصر الأري بكاركتر معين، أنا اخترت هذه الكاركتر هي نقطة جيد. فإذا هذه هي شرح هذه النقطة. طيب إذا لم يكن خطأ validation فأنا أيضا أريد أن أرسل، إذا لم يكن خطأ validation مثلا كلمة المرور خطأ، فإذا لنجرب مجددا، فهنا سنكتب مثلا هنا email mail.com وهنا سنكتب 1 2 كلمة مرور خاطئة، فلاحظوا سيقول login failed، وهنا المسج هي عبارة عن string إذا كانت الكلمة مرور خاطئة، وإذا كانت كلمة مرور صحيحة لكن الإيميل خطأ فسيقول لي the email is not registered with us، أيضا المسج هي عبارة عن string، فبالتالي هنا سأجلب هذا أضعها هنا أيضا. إذا لم يكن خطأ validation، إذا لم يكن نجاح أيضا سيكون فشل، وسيكون هنالك كود مشكلة، لكن بالنسبة لهذا لن أكتب object.values بهذا الشكل بل سأكتب فقط هكذا. سأمسح هذا وأعتقد أنني حذفت curly brackets هنا،
بدل ممتاز. فإذا هذه هي نقطة اللوجن الجديدة، لكن الشيء الذي نسيناه هو أن نحفظ نحفظ اللوجن بالكوكيز، فهذا الشيء الذي سنقوم به الآن. فسنكتب cookies.set، سنضيف لها اسم مثلا lwm next.js dashboard logged in. طبعا أكرر الملاحظات التي قلتها من قبل، التوكن يجب أن يكون مميز، عفوا الكوكيز نيم، الكوكي نيم يجب أن يكون شيء مميز. لماذا؟ لأن هنالك أكثر ستكون لدينا هنا، سيكون بالستورج هنا يمكن أن يكون أكثر من شيء موجود معنا هنا، وبالتالي سيحدث تضارب، فالأفضل أن يكون شيء مميز. ملاحظة لمتتبع سكريبت بي اتش بي، ببي اتش بي أيضا قمنا بست كوكيز، هذه ليس لها علاقة. جيد، أنت الآن في تطبيق Next.js تقوم بست كوكيز مجددا. فإذا هذا بخصوص النيم. بخصوص الفاليو، ستكون هي عبارة عن result data التي هي التوكن، وستكون هي HTTP only true. لماذا true؟ لأن هذا يجعل هذه الكوكي غير قابلة للتعديل من الكلاينت، وسنجعل المسار لها لجذر الموقع، وسنعطيها expire سنعطيها من وقت الآن date now، سنجمع معها مثلا شهر، مثلا 30 شهر، 30 يوم، 24 ساعة، 60 ساعة، 60 دقيقة، 60 ثانية، 60 دقيقة، وثم 1000 حتى يكون ملي سكند، وانتهينا. واضح؟ فإذا الآن سنذهب إلى أين؟ سنذهب إلى الكومبوننت واللوجن فورم. فإذا كومبوننت لوجن فورم، وهنا باللوجن فورم لدينا هنا فقط، هنا الشيء الذي تم أن قمنا نحن هنا بطلب نقطة اللوجن API. فإذا مرة أخرى نعود للرسم الخاص بنا، فالشيء الذي حدث الآن أن هذه اللوجن أنا طلبتها من PHP وعادت لي أشياء هنا. هذه النقطة الآن أريد طلبها من الكلاينت، من اللوجن فورم، أريد طلبها وأخذ النتيجة منها هنا. فنحن الآن من جهة الكلاينت هنا نريد أن طلبنا من next server هذا الموضوع، وأضفنا له الإيميل والباسورد. فإذن الآن سنحلل النتيجة. النتيجة هذا سأغيرها لresult، والسبب أنني حللتها لresult لأن بالresult فيها data، فلا أريد أن تخطئ من الداتا الأولى والداتا الثانية. فهنا سنكتب result okay. إذا كان كل شيء okay فنحن نريد أن كل شيء تمام، فنريد الريزلت مسج ونقوم بالتحويل للصفحة الرئيسية. لسنا بحاجة لهذه else if، لسنا بحاجة لها، وهذه else فقط سنكتب set message result message. طبعا لماذا؟ لأن بكل بساطة نحن قمنا بترتيب كل شيء، قمنا بتحضير المسج على كل على أي حال. طبعا هنا لدينا مسج، هنا لدينا مسج، وهنا لدينا مسج، فلا مشكلة، لا داعي للتحديث. فإذا الآن سأقوم بالتحديث ولحظة الحقيقة لنختبر ما كتبناه. فإذا بداية نرى هنا لا يوجد شيء. فإذا بداية أنا سأكتب شيء خطأ، مثلا سأكتب هكذا نورس، مثلا هنا سأكتب واحد سأكتب كلمة مرور خطأ، فإذا تسجيل. فإذا لاحظوا جاءني خطأ الفاليديشن الذي جاءني من قبل من في هذا المكان، جاءني نفسه أن الإيميل must be of type email والباسورد يجب أن تكون أكبر من عدد محارفة أكبر من 3. فلو صححت مثلا نورس مثلا سأكتب نورس 1 at email، وهو إيميل صحيح من حيث التايب لكنه غير مسجل بقاعة البيانات، قمت بتسجيل الدخول، سيقول لي الخطأ بالباسورد. طيب لو كتبت أنا الباسورد الآن صحيحة، تسجيل الدخول سيقول لي email is not registered with us. وإذا كتبت الآن الإيميل مع كلمة صحيح ولكن كلمة مرور خطأ، سيقول لي كلمة مرور خطأ. والآن كل شيء صحيح، فإذا تسجيل الدخول login operation completed وتم تحويلي. المهم الآن أن ننظر هنا ما الذي حصل. فإذا ها هي، فإذا التوكن هذا الذي قمت بجنريت له من الباك إند جاءني ها هو، ولاحظوا هذه هي. فإذا expire بشهر نوفمبر، نحن الآن بأي شهر؟ نحن بشهر أكتوبر، فبالتالي هي شهر تقريبا. ممتاز وممتاز. فإذا هذه هي HTTP only وكل شيء تمام، كل شيء تمام.
ممتاز. بشكل سريع طبعا، هنا لماذا يجب أن يظهر لنا تسجيل خروج؟ فأعتقد نعم، الآن سنصحح هذا. لماذا لم يظهر لنا تسجيل دخول هنا؟ إذا لنصححها. إذا بكل بساطة سأذهب إلى App و Layout، App Layout. والمشكلة عليك أن تعرفها الآن أنت، أن أنا بالنسبة لللوجن قمت بحسابه على كوكيز، قمت بإنشائه وقت سابق. ليس هذه قصتي، ليس هذه التي أبحث عنها فعليا. أنا أبحث عن هذا، بالتالي سأنسخها. إذا هنا سأضع هذا. إذا يفترض الآن أن سيقول لي تسجيل خروج الآن. لاحظوا تسجيل خروج، ممتاز. الآن بتسجيل الخروج، نقطة تسجيل الخروج بالنسبة لنا هي أعتقد App Authenticate Auth Log Out Log Out Route API Route. لاحظوا هنا أنا ماذا أفعل؟ أقوم بحذف الكوكيز السابقة، فقط أيضا علي أن أعيدها لل يعني أعدل اسم الكوكيز، هذه التي أريد حذفها عند تسجيل الخروج. إذا مرة أخرى ننظر لهذا الموضوع، إذا لدينا هنا ستورج، إذا هذه موجودة، تسجيل الخروج. هل أنت متأكد من تسجيل الخروج؟ نعم متأكد، إذا سجل الخروج الآن غير موجودة، وسيتم تحويلي لتسجيل الدخول. واضح؟ طبعا لماذا حصل؟ إذا دقيقة واحدة، أريد فقط تأكد من شيء. فإذا ذهبنا إلى App Auth Log Out، فإذا ذهبنا إلى Log Out، فإذا لديها Page ولديها API. Auth هنا ما زال لديها Layout، أنا لم أحذفها في وقت سابق. هذا شيء فعلا غريب، هل يتم Auto Generate هذه الملفات أم أنا لم أحذفها؟ ربما أنا لم أحذفها، لا. فإذا هذا Log Out، إذا قمت بكتابة هكذا يكتب هنا Generate وسأقوم بحذفه. فإذا مرة أخرى سأسجل الدخول، سأقوم بتسجيل الخروج. نعم الآن كل شيء تمام، نعم سجل الخروج، الآن سيتم توجيه لتسجيل الدخول. فإذا ممتاز، سنذهب إلى App Articles وسنذهب إلى API Routes، هذا المكان الذي سنذهب إليه فعليا. وفعليا يجب أن نقوم بتعديل الريسبونس التي تأتينا من هنا. جيد، فلنختبر هذا. فذهبنا إلى التطبيق الخاص بنا articles.php، هنا تطبيق الباك إند. عندما أقوم بعرض الباك إند ستظهر لي المقال، الريسبونس ستكون بهذا الشكل: status data message error، هذه هي الريسبونس. فهذه التي يجب أن عندما أطلب هذه النقطة، هذا الشيء الذي سيعود لي، وبالتالي مطلوب مني أن أعالجه هنا في هذه النقطة. طبعا هذه النقطة ID، وهذه النقطة هنا الكل الارتكلز. فعندما نحصل على الريسبونس من هنا، هذه لكل الارتكلز، فإذن دعوني أكتب all articles. فإذن هذا لن نسميها article، سنسميها result. جيد، ومن هذه الريزلت سنحصل على هذا. فبالتالي هنا سأكتب، سيكون لدينا status، سيكون لدينا data، سيكون لدينا message، سيكون لدينا error. فهنا سنكتب بدلا من return الarticles، لأن الarticles هي فعليا غير موجودة معنا، فما الشيء الذي يجب أن نقوم بreturn له؟ الresult data، صحيح الresult data هي الarticles، فلنقوم بذلك. لكن ليس بالضروري أن تكون النتيجة هي صحيحة، يعني ليس بالضروري أن يكون هنالك نجاح. فبالتالي سنتأكد هل هنالك نجاح فعليا أو ليس. هذا status، هل هي نجاح؟ إذا كانت نجاح فسنعيد JSON response، هذا سنعيدها. لكن كيف سنعيد؟ ما الشيء الذي سنعيده بداخلها؟ سنكتب بداية okay، سنكتب true، والdata هي الarticles التي هي result data. طيب هذا إذا كانت صحيحة وكل شيء تمام، فماذا لو كان ليس كذلك؟ فسنعيد، يمكن أن نعيد هنا else، نجلب هذا اللي هنا نضعه هنا. سنعيد هنا الأوكي. هنالك اتصاق ستكون بالريسبونس خاصة بنا، كان نفس فكرة بنائنا لـ API PHP، كان هنالك اتصاق، كل النقاط عادت نفس الموضوع. هنا سنجعل هنالك اتصاق، نقول أوكي false true، أسهل لنا للحساب
إذا كانت هنالك صحيحة أم لا. في الكود سيكون هو result error code، لأن إذا كان الكود 404 فنحن نريد أن نعيد not found، فنريد أن نعرف ذلك. المسج ستكون لدينا هي التالي، سنكتب back end error بين أقواس، سأكتب كود الكود لهذا يعني كود الايرور، سأكتب result error code وثم سأكتب هكذا وسأكتب المسج الخاصة بالايرور، فهنا سأكتب result error message بهذه الطريقة. إذن الآن نقطة كل الارتكلز يفترض أن تكون لدي جاهزة، فقط ما علي إلا أن أذهب إلى ماذا؟ إلى مكان عرضها التي هي في الارتكلز، بالارتكلز بيج. إذن هنا يتم جلب كل الارتكلز بهذه الطريقة. ففعليا هنا كما اتفقنا نسميها result، لأن هنا لاحظوا سنقوم بالطلب طلب الارتكلز من articles API، يعني عندما يتم الطلب من هنا إلى هنا لهذا لهذه النقطة، فبالتالي أنا أريد سيتم إعادة result، وهذه result سأعيدها نفسها هنا، فقط أعيد result نفسها. طيب فإذا الآن بخصوص هذه result، إذا كانت okay فلدي articles، إذا لم تكن okay فلدي message، جيد. فبالتالي هنا سأضيف، لاحظوا هذه الأشياء الموجودة هنا، أن sorted articles سأقوم بتعليق هذا، الفلتر article سأقوم بتعليق هذا، الباجينيشن سأقوم بتعليق هذا. أما بالنسبة لي هنا سنضيف التالي، سأكتب التالي، سأكتب بداية هنا عندما أقوم بفتش للديتا، الديتا هذا عندما أقوم بفتش لها سيعيد لي result، سأكتب result هنا، وهنا سأكتب شيء أن إذا كانت الريزلت أوكي يعني true، فبكل بساطة أنا سأعيد هذا الجدول، جدول الارتكل إذا كنتم تتذكروا، فهذا الجدول هذا سأضعه هنا، والارتكلز فور بيج لن تكون هذا بل ستكون result data، صحيح؟ result data؟ نعم result data هذه. طبعا يجب هذه لأن React يجب أن يكون لها أب أو أم واحدة، فبالتالي يجب أن أضيف الفراجمنت الأب أو الأم، وهنا أضيف هذا. طبعا هذا number of pages، يعني يمكن أن أضعه أي رقم، مثلا يمكن أن أضعه 5 أو ربما هنا في الأعلى أكتب مثلا constant number of pages، ما اسمه number of pages، وأكتب 5 مثلا حاليا، يعني سأغيرها لاحقا، جيد، بهذا الشكل، وأحفظ هذا الموضوع. طبعا هذا في حالة أن كان هنالك articles. طيب ماذا لو لم يكن هنالك، كان هنالك شيء false، وبالتالي أريد أن أظهر هذه المسج، فكيف ذلك؟ فسأكتب هنا أن مرة أخرى نفس الفكرة، سأكتب result okay لكن سأنفيها إذا لم تكن okay، فبكل بساطة هنا سأكتب and، هذه اسمها short circuit بريأكت، فسنكتب هنا and paragraph tag ونغلقه، ونكتب هنا ال result message. فإذن هذا هو الترتيب الذي حصل لدينا. فإذن الآن لنرى النتيجة هنا هنا، فإذن لاحظوا ظهرت، وهذه الأشياء هي نفسها من الداتابيس، يعني ذهبت للداتابيس، فإذن هذه هي الارتكلز، فإذن لاحظوا هذه الارتكلز هنا، هذه هي الداتابيس صحيح؟ نعم هذه هي، مثلا هذه مقالة من قاعة البيانات، لاحظوا هذه مقالة من قاعة البيانات، واضح؟ فإذن ملاحظة أن موضوع الفلتر، موضوع الفلتر وموضوع السورت ترتيب، موضوع الباجينيشن، هذه المواضيع الآن لم تعد تعمل بهذه الطريقة. السبب لماذا لم تعد تعمل بهذه الطريقة؟ لأن يجب الآن أن نمرر عوامل هذه الفلتر، العوامل التصفية وعوامل الباجينيشن وعوامل البحث، يجب أن نمررها لقاعة البيانات، فيجب تطبيقنا هذا أن يأخذها. فهذه تدو أصبحت أيضا للباك أند الخاصة بنا التي لم نبني فيها هذه الخاصية، خاصية الباجينيشن، خاصية الفلتر، خاصية إلى آخره، يعني كل هذه الخواص يجب أن نرسلها للبي اتش بي هنا، والبي اتش بي تتصل مع قاعة البيانات ويحدث هذا الموضوع. فأنا لم أقم بذلك بعد، فبالتالي أنا قمت بالآن مجرد كومنت
وإذا كان هنالك يعني إذا أردتم يمكن أن نقوم بذلك لاحقا بدرس آخر بشرح آخر، لأن ذلك يتطلب أن نقوم بالتعديل على هذا وأيضا على التطبيق. فإذا هذا بخصوص الارتكل كل الارتكلز. الآن سنذهب إلى الراوت، وبالراوت هنا نفس القضية الذي سيحدث أن نحن نطلب من ال PHP ستأتينا الداتا، اتفقنا أن نسميها result. ولاحظوا هنا كنا نسأل هل الداتا لها ID، الآن لن نقوم بذلك فعليا. فبكل بساطة سنسأل نفس السؤال الذي سألناه بوقت سابق، هل هنالك نجاح بالنسبة لهذا الطلب؟ طبعا هنا يجب أن أكتب status، لا لماذا أكتب هكذا؟ فإذن سنكتب هنا يساوي هكذا، وإذا كان هنالك فعليا نجاح فنحن سنرسل response هنا، وهذه الريسبونس ستكون فيها التالي. فإذا بداية سنكتب اوكي ترو، والديتا ستكون هي عبارة عن الريزلت داتا. لماذا؟ لأن مرة أخرى ذهبنا إلى هنا كتبنا ID تساوي 1، فلاحظوا سيأتينا status data message و error، وبالتالي هنا هذا هو الشكل الصحيح. طيب إذا فعليا لم يكن هنالك نجاح، فما هي الريسبونس التي نريد أن نعيدها فعليا؟ فسأضيف هنا ريسبونس بهذا الشكل، وسأكتب التالي أن أوكي ستكون فولس. سأضيف هنا الكود، نحتاج الكود لهذا الموضوع، وبالتالي كود الايرور يعني، فهنا سنكتب ايرور كود، وأيضا مسج. لماذا لا نضيف مسج هنا؟ هذه المسج نفسها سأنسخها، المسج التي كتبتها قبل قليل هذا سأضيفها نفسها أن back end error، وأعطي الكود وثم أعطي المسج. بالنسبة لهذا القسم سأقوم بحذفه وتم تغييره، وبكل بساطة هذا هو الموضوع. فإذا الآن بالنسبة لموضوع البيج، لاحظوا البيج أين هي موجودة؟ موجودة بID كذا، فإذا سنذهب إلى ID beige، وهنا لاحظوا مرة أخرى نحن سنطلب ماذا؟ سنطلب الداتا من السيرفر next، وبالتالي هو هنا سيعيد لنا result، وسنكتب شيء هنا إذا لم تكن الريزلت أوكي فهذا يعني أن هنالك خطأ ما. جيد، الآن سنعيده، لكن قبل ذلك أريد أن أتأكد هل هو خطأ 404، فكيف أعرف إذا كان 404؟ بكل بساطة أكتب result code، إذا كان هو عبارة عن 404 يعني not found، فبهذه الحالة أنا ماذا أريد أن أفعل؟ أريد أن أرسل return not found، بالتالي أنا سأمسح هذا. غير ذلك فعليا ما الشيء الذي سأفعله؟ سأعيد HTML عادية، فأنا سأجلب هذا من هنا، أين هي؟ سأجلب هذا كله وأضعه هنا، وهنا سأكتب return، سأمسح الارتكل، وهنا سأكتب paragraph tag، وبداخله سأكتب result message، أخبرني عن المسج، ما هو الايرور الذي حصل؟ طيب هنا في حالة أن كان لدي result كانت okay، فبالتالي أنا أريد result data التي هي عبارة عن الارتكل. فالآن يفترض أن كل شيء صحيح، لا مشكلة به، الآن لنرى النتيجة. فإذن هذه هي ها هو، لكن ذهبت إلى الارتكل، هل يوجد ايرور؟ لا يوجد ايرور. وإذا ذهبت إلى مثلا عرض هذه المقالة، فإذن لنرى بالفعل استردها بكل سهولة. طب ماذا لو كتبت ID مقالة غير موجود؟ هذا الID، ما الشيء الذي سيحدث؟ لاحظوا 404، فإذن التحويل صحيح 100%. وهنا أيضا إذا كتبت شيء مثلا، لا أعرف، كتبت شيء كهذا، هل سيعطي خطأ؟ لاحظوا أعطاني خطأ من الباك إند، يقول لي باك إند أن الـ ID must be integer، فإذا هذا الخطأ جاء من الباك إند، لا مشكلة.